حمور هذا جيبوا من جسر اسطنبول هذا بوسفورس مرمرة هذا يا الله وهذا تربط هذا كالكنة اي قريب منها يعني انا هلا بعمل لك من هذا اعمل لك ممتاز 200% يعني حلو لكن هذا 10 سنين تصغر هذا دنيس لا عاد نروح ويا بحر اسطنبول راسي وعيني نسوي لنا هاي اللحم في الطاجن في الفخار في الطاجن 200% احنا اليوم شغلنا عليكم الله يسلمك يسلم معلم هو تركي ومرته لبنانية فيحكي عربي هلا وهلا 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 شوف تاكل عندي الاكل شعرك بيصير هدا اي كيف الحال حبيبي هلا ما شاء الله حكي حلو اشكرك 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 هذا المحلات انت هذا هسه كل كريستيانو رونالدو انت ميسي هلا 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 بعد انا تركي مراتي من لبنان بيدوت حبيبي هلا انا صاحب المطعم عندي سمك وعندي مشاوي والخدمة كويسة والأكل نظيف والمطعم زين بس تخلص الأكل بقلاوة فواكه شاي قهوة هدية نجرب من هاي أحلى شيء هذا كيفك يلا استلاف هاي استلاف يا الاكل البحري ما يحلى الا ويا بيرة ومنبر يعني او لك انا ما يصير اشرب يلا يلا هذا مقبلات مقبلات هذا استاكوزا هذا استاكوزا هذا الجمبري في الفخار نعمله في الطاجن وهذا حمور هذا جيبوا من جسر اسطنبول هذا بوسفورس مرمرة هذا يا الله وهذا تربط هذا كالكنة اي قريب منها يعني انا هلا بعمل لك من هذا اعمل لك ممتاز 200% يعني حلو لكن هذا 10 سنين بتصغر هاي اذا ما صغرت 10 سنين ما صار ما ارجع اوكي هاي شكلها غريب هذا استاكوزا هذا استاكوزا كلتها هاي استاكوزا وهذا الجمبري يجي من مرسين هذا من اضنا بيجي من هون اسطنبول اوكي وهذا كالكنة هذا بحر اسطنبول وهذا دنيس لا عاد نروح ويا بحر اسطنبول راسي وعيني نسوي لنا هاي اللحم في الطاجن في الفخار في الطاجن 200% احنا اليوم شغلنا عليكم الله يسلمك يسلم معلم هو تركي ومرته لبنانيه فيحكي عربي الفيو هسه هذا اللي تشوفوه اكو فيو ثاني وثالث اللي هي الاعلام وهذا السوق القديم عم يسوي مثل الحبارات هم من ديك عارف المطاعم بالحبار هاي العبارة قلد السمك حلو ها قعدات على الرصيف بس شنو هذا المطبخ هذا المطبخ مسويه حلو شو فيه قلد بيلعبه سندويتشات مال سمك سندويتشات؟ سندويتشات مال سمك ها هاي ال سوارت بالمي وتقلي مع صوت الاذان وهاي ميدان امينونو تكمل انا راح اشوفها يلا نروح نشوفها انا راح اشحن الكاميرا هو المنظر حلو ما الواحد يقول بس على كل راح اشحن الكاميرا وافتحها لما يجي الاكل يقدمه لنا شيء اكيد يلا نشوفكم هلا هاي دوبات لما نسكر ونعرف نفسنا راح نسكر سكر خويه يقول له يلا نتلاقى باكر بعدين راح تضيع لان القصه كلها راح تضيع حبيبي لك يسلم لي لك ذهب احنا شغلنا حلو لك يوشني انت ما تقصر وياي يعني كمان عندي حركات تفيدك بالليل ها الله يخليك جاي من امريكا خلاص بجي يا بالليل احنا اليوم قعدتنا يم العينتين يم اللبناني الاكل الطيب يصير احلى بهوايه اذا المنظر حلو ومنظر البواخر وريحه القلا والشوي دائما
دائما اشوف الاكل التركي بالتلفزيون، فاليوم قررت راح اراويكم الاكل وابوقه باحلى مطعم باحلى قعده، وابو المطعم صار صديقي لانه تركته. هذا بيسر، هذا ما بيسعونه راح يحرق لنا اياه هناك ويجيب لنا. براذر يونيكورن شيك سنة يونيكورن. اي البستوقه اتس جود. How much is this? 500? Lira. Dollar. It's white. I am sure now. Is it Big Boss? Bye bye loud. Bye bye happiness. هاي دي يشتغل لنا اياها هنا، انا وطيت ذيك وش الكاميرا فنعجب بالكاميرا. Song? Yeah. Really? Anything for Ibrahim Tatlis. Ele. Bye bye loud. Bye. Bye bye. What's up? عسى زي غني تشهيني على كل، قلت له بطل عوفا السالفة لا تغني. شنو هذول أول مرة يسووها راح يحرقوا نفسهم ذولا. نفسهم عليها. أنا قلت لكم إذا مو شغل غريب وحلو ما اشتغل. راح أراويكم. يا حبيبي. شوف ذولا كلهم يخدمون علينا. سوري؟ أنا عربي. يا. مدرسة أبي أول ما صور. حركات شغلات دورها بدوبك ابو المطعم فوقك الدنيا محترقة. Yeah. هاي السمكة
الوحيده جلدها يختلف عن السمك البقيه. الطريقه الوحيده او اطيب طريقه تسويها هي تقليها، وهاي الصوص بيها شويه بهارات وبيها توابل. لما تنقع السمكه لا شغل فرنسي، الكامينيشن كلش حلو. السمك نقعها بالصوص اللي هم هسه سووه. كلمة ما توقع. اي باور سحر هذا ولا هذا بالله. الله الله بني الله الله. بني. قصير طمنا هذا مارن. شبح الزرقة بعيد. ما توري بقصر. بدر مس. ركز على الله الله نزله. شبح بعيد وقعها للدنيا فيها. بس اراويكم حجم الدمار. I am the biggest in the world. حلو حلو.